تاني حاجة إن شاء الله هنتكلم عليها هو الأسي أوف أمبسيلين. طبعا أمبسيلين زي ما أنتوا خدتوه مع دكتورة مي هو من البيتا لاكتام أنتي بيوتكس، تمام. طبعا بنعمل له أسي بنظام ريدوكس تايتريشن، تمام، أو الأكسديشن ريدكشن رياكشن، تمام. فطبعا خطوات الأسي بتاعة البيتا لاكتام أنتي بيوتكس بتتضمن كذا خطوة. أول حاجة عندنا الألكلاين هيدروليسز اوف بيتا لاكتام رينج. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده احنا عندنا الاضعف روابط او المجموعات اللي هي ممكن تتكسر هو الاستر، تمام، والسايكليك ستراكشر بتاعها اللي هو بنقول عليه اللاكتون، والامايد، والسايكليك ستراكشر بتاعها اللي هو بنقول عليه لاكتام. طب مين اللي سهل يتكسر اكتر، اللاكتام ولا الامايد؟ يعني الاوبن الامايد في الاوبن شين ولا الامايد في سايكليك ستراكشر اللي بنقول عليه لاكتام؟ لا طبعا اللي بتبقى تحت سترين وسهل ان هي تتكسر اكتر هو اللاكتام. عشان كده عندنا في اول خطوه في الاساسي بتاعه الامبسيلين اللي هو الالكالاين هيدروليسيز اوف بيتا لاكتام، لما احط صوديوم هيدروكسيد ايه اللي هيتكسر هنا؟ هو الايه، حلقه اللاكتام. اللي هيتكسر هنا هي حلقه اللاكتام مش الامايد. لما بحط تركيز ضعيف شويه من الصوديوم هيدروكسيد هو ده اللي هيتكسر، تمام، اللي هي اللاكتام مش الامايد. ويديني البنسلويك اسيد، ويعقبها بعد كده خطوه اسيدفيكيشن. وبعد الاسيدفيكيشن بقى بيحصل حاجه اسمها اوكسيداتيف كليفج بالايدين. يحصل اوكسيداتيف كليفج بالايدين، وهو ده مربط الفرس بقى بتاعي، ان انا بحط له ايدين نون اكسس من الايدين يكسر هنا. شايف الحته ديت الزرقاء ديت الحمراء كلها دي تخرج، الجزء الاحمر ده كله يخرج، تمام، وده اللي يتبقى عندي، هو الجزء الازرق ده كله ده اللي هيتبقى عندي، تمام، والجزء الاحمر دوت ايه ده البرودكت التاني. ده بيحصل هنا اوكسيداتيف كليفج، تمام، اوكسيداتيف كليفج هنا بين الكربون والصلفه وما بين الكربون والنيتروجين، تمام. فبحط نون اكسس من الايدين هيكسر، تمام، ويديني البرودكت ده وده، والان رياكتيف اكسس ايدين ابدا اعينه بايه بالظبط؟ بالصوديوم سايسلفيت اللي هو الايودوميتري بتاعي، تمام، وده الستارش كانديكيتور. تعال نطبق البرنسبل ده اللي احنا قلناه في الكوانتيتيف ديترمينيشن للامبسيلين في الايبيكو سيلين انجكشن، تمام. طبعا الميكرو ويت بتاع الامبسيلين بيبقى 349.41 جرام، تمام. زي ما قلنا البرنسبل اهو خلاص، ان هي بتتحول لبنسلويك اسيد، وبعد كده اوكسيداتيف كليفج نون اكسس من الايدين، والان رياكت اكسس ايدين بينفعلوا مع صوديوم سايسلفيت في وجود الستارش ك. ده خلاص الكلام ده قلنا اهو نفس الايه الفكره. ادي الامبسيلين هحط له صوديوم هيدروكسيد هيديني بنسلويك اسيد، تمام. البنسلويك اسيد عامل له اوكسيداتيف كليفج بالايدين بنون اكسس ايدين في جزء ان رياكتد، اعينه بالصوديوم سايسلفيت واطرحه من النون اللي انا عارفه، يديني كميه الرياكتد ايدين اللي هو مكافئ للبنسلويك اسيد اللي هو مكافئ للامبسيلين، تمام. حلو الكلام؟ لا مش حلو قوي. ليه بقى؟ زي ما احنا عارفين اي ماده بتبقى سهله تتكسر بيبقى عاده معرضه ان هي تبقى مش موجوده بيود، بتبقى معرضه ان هي تبقى موجوده معاها مواد ثانيه. زي لو تفتكروا ان الترم اللي فات الاسبرين بيبقى معاه امبيوريتي كتير، احيانا وارد ان هو يكون معاه امبيوريتي من بالظبط الصلصيليك اسيد. نفس الفكره هنا، الامبسيلين وارد ان هو يكون معاه امبيوريتي من ايه؟ برافو، اللي هو البنسلويك اسيد. ان هو المين امبيوريتي بتاعتي بتاعت او المين ديجريديشن برودكت بتاع الامبسيلين بتاعتي هو الكسر اللي بيحصل فيه البيتا لاكتام ويديني البنسلويك اسيد. فانا عايز اعين الانتكت ريل اماونت بتاعت الدراج، عايز اعين كميه الحقيقيه للدراج، مش عايز اعين معاها الديجراديت. انا لو ما عملتش بلانكا انا هنا مضطر ان انا اعمل بلانكا، لان انا لو حطيت الصوديوم هيدروكسيد بتاعتي على طول هيبقى عندي كميه امبسيلين تتكسر وتديني بنسلوك اسيد زائد البري اكزيستنج بنسلوك اسيد اللي هو اوريدي اصلا بنسلوك اسيد جاي متكسر، جاي من الشركه متكسر. فانا كده الاند بوينت اللي انا هعينها مش حقيقيه، هتعيني الانتاكت دراج الحقيقي بجانب الدرجراديت بتاعي. طيب الكلام مش واضح وبعض الناس هتقول لي احنا مش فاهمين. طيب بالراحه كده تاني اهو، ده الانتاكت دراج اللي هو الامبسيلين بيبقى جاي لي من غير ما اعمل اي حاجه معاه بري اكزيستنج بنسلويك اسيد، ودي انا مش عايزها اعينها معايا، دي مش كميه حقيقيه. انا الدراج بتاعي الاكتف هو دوت وليس ده.
فلما بعمل هيدروليسيس بالصوديوم هيدروكسيد الانتاكت هيديني بنسلويك اسيد، اجي عينه بالاكسس اماونت من الايدين، الايدين مش هيعيني ده بس، هيعيني ده مع البري اكزيستنج بنسلويك اسيد. تمام، فبعمل كوركشن ببلانك، بعمل كوركشن ببلانك ازاي؟ ان انا ما احطش البلانك هنا بقى زي قلت لكم، مش دايما ان انا البلانك معناش ان احط دراج، لا انا هنا هيبقى عندي دراج بس مش هحط مكون من مكونات التجربه بتاعتي اللي هو الصوديوم هيدروكسيد. فانت تتوقع ايه اللي يحصل لما هعمل كل خطوات التجربه اللي فاتت دي بس من غير ما يحصل ما احط من غير ما احط صوديوم هيدروكسيد؟ الناس اللي مصحصحه بالظبط، ساعتها الامبسلين مش هيحصل له تكسير، انا مش هحط صوديوم هيدروكسيد، فساعتها الامبسلين مش هقدر يتكسر الى بنسلويك اسيد. اللي بيحصل له يا جماعه اوكسيداتيف كليفج بالايدين هو البنسلويك اسيد بس مش الامبسلين. فلما هنا مش هحط صوديوم هيدروكسيد يبقى انا بالتالي هعين بس كده كميه البري اكزيستنج بنسلويك اسيد. يبقى انا كده عندي حاجتين شقين، شق التجربه الاساسيه هعين فيه كميه الامبسلين والبري اكزيستنج بنسلويك لما احط صوديوم هيدروكسيد، واحط نون اكسس من الايودين، طبعا هيبقى جزء غير متفاعل الان رياكت اكسس ايودين هعينه بالصوديوم سايسلفيت، هطرحه من التوتال اللي انا عارفه وليكن 25 مللي هيديني المربع الاسود ده. المربع الاسود ده بيمثل ايه؟ بيمثل البنسلويك اسيد اللي جاي من تكسير الامبسلين زائد البري اكزيستنج بنسلويك اسيد الامبيوريتي اللي اصلا موجوده في المستحضر اللي انا مش عايز اعين. فبعمل بلانكه من غير ما احط ايه؟ الصوديوم هيدروكسيد، وحاطط دايركت على طول نون اكسس من الايودين. اهو انا كده في الشق بتاع البلانك، احط ايه على طول؟ الاكسس نون اكسس من الايودين، مش هحط صوديوم هيدروكسيد، الامبسلين هيتفاعل ولا كانه موجود، لان الاوكسيداتيف كليفج بيحصل بس على البنسلويك اسيد، فمين بس اللي هيتفاعل؟ البري اكزيستنج بنسلويك اسيد. فهعمل اعمل الان رياكتد اكسس ايودين هعينه بالصوديوم سايسلفيت اللي هو الجزء الاخضر دوت، القوس الاي الاخضر دوت، اطرحه من التوتال بتاعي اللي هو ال 25 هيديني كميه الايدين الحقيقيه اللي اتفعلت مع البري اكزيستنج بنسلويك اسيد اللي هي مكافاه للبري اكزيستنج بنسلويك اسيد. برضه نفس الكلام المربع الاسود ده هيعين كميه الايدين بس اللي اتفعلت مع البنسلويك اسيد الحقيقي مع البري اكزيستنج بنسلويك اسيد. اطرح ده من ده، اطرح المربع الاسود ده من المربع الاسود ده، هيديني ايه هنا؟ برافو، هيديني على طول البنسلويك اسيد بس بتاع الامبسلين مش بتاع البري اكزيستنج بنسلويك اسيد. اعتقد كده الدنيا طلع 5 مللي الاماونت بتاعت الصوديوم سايسلفيت هي مكافئه للان رياكتد اكسس ان اكتد ايدين 5 مللي. هعمل بعد كده بلانكه نفس الفكره، هعمل كل الخطوات بتاعتي بما فيهم الدرج بس ما عدا ايه؟ مش هحط طبعا صوديوم هيدروكسيد، وساعتها ايه اللي هيتعين بس هو مين؟ هو البري اكزيستنج بنسلويك اسيد، مش البنسلويك اسيد اللي طالع من الامبسلين، لان ما حطيتش صوديوم هيدروكسيد. فهنفترض ان كميه الصوديوم سايسلفيت اللي هتطلع لي هتبقى 15 مللي اللي هي مكافاه للاكسس ان رياكتد اي دي. طبعا هطرح ال 15 مللي ديت من ال 5 مللي ديت هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي كميه الاكشوال رياكتد ايدين اللي هي تفاعلت فقط مع الامبسلين، او ممكن اقولها بشكل ادق اللي هي تفاعلت مع البنسلويك اسيد اللي جاي من الامبسلين بس مش البري اكزيستنج بنسلويك اسيد. تمام، ده الكيميكال ستراكشر بتاع الميثيلين بلو. تمام، طبعا دي زي ما معرفش ان شاء الله تاخدوها اعتقد في سنه 5 اللي هو الفينوثايادين، ما اعتقدش انتوا خدتوها لسه هنا معانا في السنه 2. تمام، دي حلقة فينوثايازين. تمام، طبعا عندي هنا تو سبستيتوانت اللي هو دايميثايل امينو. تمام، خلاص ابدا بقى اسمي التسمية بتاعتي زي ما اتفقنا. انا عندي في التسمية دايما ببدا من الكربون اللي بعد الفيوجن، يعني عندي ده او ده او ده او ده. طيب تتوقع همشي منين؟ طبعا هيطلع ايه بعضكم ممكن يقول لي نمشي من هنا، هو كلامه منطقي. تمام، هقول له ليه؟ هيقول لي عشان عايز السبستيتوانت تاخد رقم اقل. اقول لك كلامك حلو بس انت ما عملتش اعتبار للهيتيرو اتوم. هيقول لي ازاي؟ هقول لك طيب همشي معاك باللي انت هتقوله.
هنمشي هنا، هقول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، افتكر إن النيتروجين كده بقت خمسة، ستة سبعة تمانية تسعة 10، افتكر كده السلفر بقت 10. مين اللي ليه برايورتي في ان هو ياخد رقم اقل، السلفر ولا النيتروجين؟ لا السلفر، احنا عايزين عندنا الاول الاكسجين وبعد كده السلفر وبعد كده النيتروجين، تمام؟ فهنا لما مشيت باللي هو قال لي همشي من هنا، طبعا هنا زي هنا، فنفترض ايه دوت كده ومشيت كده، يبقى انا هدي للنيتروجين رقم 5 وهدي للسلفر رقم 10. طب تعال نعكس نمشي بقى من هنا. طيب 1 2 3 4 5، وافتكر ان السلفر بقت 5، 6 7 8 9 10، النيتروجين بقت 10. يبقى الـ هنا في الترتيبه الثانيه ديت السلفر بقت 5 والنيتروجين بقت 10، ودوت الافضل ليا لان انا عايز السلفر اكوردنج لتسميه الايباك، ان بدي السلفر ليه برايورتي ان هو ياخد رقم اقل عن النيتروجين، والاكسجين ليها برايورتي اكتر عن السلفر. فطبعا التلقيم زي ما ايه كده واضح ان احنا هنبدا التوقيت من هنا فعلا، اهو 1 2 3 4 5 6 7، فكده الثلاثيه هنعدي في 3 و7، اقول 3 و7 بس داي ميثايل امينو، كلمه طبعا بس ده معناها داي، بس عاده الثلاثيه انت بتبقى بالك شويه بيقول عليها بس، زي ما هنشوف في الانتي كانسر ان شاء الله، ممكن يقول لك تريس مش عارف تتراكس بنتاكس، تمام؟ تبقى الثلاثيه بالك شويه فاحيانا بيقولوا عليها بس، هي تعتبر داي، تمام؟ السبستيتوت بقى نفسه دوت لوحده ايه؟ ده داي ميثايل امينو. فينوثيازين بس دوت موجود كسولت، فنقول فينوثيازين 5 اللي هو دوت عن السولت مع الكلورايد. 5 ايام كلورايد تراي هيدريد، يبقى احيانا شابك مع ثلاث جزيئات ميه. طبعا زي ما انا جايب لكم الصوره الميثيلين بلو بيبقى بودره فعلا، فعلا بيبقى بودره لونها ازرق، اكيد اتعاملتوا معاها في المايكرو، تمام؟ طبعا ستراكشر الفورمولا بتاعته طبعا لما بعمله الاول سوليوشن برضه بيبقى ايه زي ما انت شايفين كده، بيبقى لون ازرق غامق قوي، ده هنستفيد بيها في الاسيد بتاعته. الموليكولار فورمولا ده طبعا الموليكولار فورمولا بتاعته، الموليكولار ويت بتاعته بتبقى 319.85. الاستخدامات بتاعته تمام، اول حاجه الـ بيستخدم في الاكسديشن ريدكشن رياكشن، بيستخدم في الاكسديشن برودكشن رياكشن كانديكيتور. ليه؟ لان الميثيلين بلو زي ما قلت لكم وريته لكم ده بيبقى لونه ايه؟ ازرق. لما بيحصل له برودكشن الى ليوكو ميثيلين بلو ده بيبقى لونه كلرلس. فلما عندي حاجه الستارت بيبقى لونها ازرق وتحول لكلرلس يبقى ده دليل ان تفاعل حصل، تمام؟ فبيستخدموه كانديكيتور ففي الاكسديشن برودكشن رياكشن. الاستخدام الثاني طبعا ان هو بيستخدم كانتيدوت في السيانايد بويزنينج، زي ما اعتقد ما اعرفش هتاخده او اخدتوه في التوكسيكولوجي، تمام؟ وجدوا ان الـ في التركيزات العاليه، وخلي بالك من التركيزات العاليه من الميثيلين بلو بيحفز تحويل الهيموجلوبين الى الميتاموجلوبين. زي ما احنا عارفين ان الهيم في الهيموجلوبين بيبقى شابك مع فيرس، لكن في الميتاموجلوبين بيبقى شابك مع فيرك. مين اللي ليه مقدره ان هو يشبك او يحمل الاكسجين للخلايا او الانسجه؟ هو طبعا الهيموجلوبين، تمام؟ اللي هو بيبقى في حاله الفرس وليس الفرد. فهو احنا بنبقى مضطرين عشان نلحق الساينات توكسيستي ان احنا بنحول الهيموجلوبين الى الميتاموجلوبين، تمام؟ ليه؟ لان الميتاموجلوبين ده بيبقى ليه افينيتي عاليه للساينات، يشبك مع الساينات وبالتالي يمنع الان اكتيفيشن لانزيم مهم جدا اللي هو سيتوكروم اوكسيديز، اللي هو انزيم مهم جدا في السيلولار اسبيريشن، تمام؟ يبقى في الثاني هو بيستخدم كانتيدوت في الساينايد بويزنينج عن طريق ان هو في التركيزات العاليه بيحفز تحويل الهيموجلوبين الى الميتاموجلوبين، تمام؟ اللي هو بمعنى اخر الفيرس الى فيرك، فده ليه افينيتي عاليه ان هو يشبك مع الساينايد في حاله التوكسيستي بتاعت الساينايد. ليه؟ ايه المشكله يعني الساينايد بيعمل ايه؟ الساينايد بيعمل ان اكتيفيشن لانزيم مهم جدا اللي هو سيتوكروم اوكسيديز، وده مهم جدا للسيلولار اسبيريشن. على النقيض في اللو كونسنتريشن في التركيزات الواطيه من الميثيلين بلو، وجدوا ان هو بيستخدموه في حالات الدراج انديوزد ميتاموجلوبينيميا، في حالات الدراج انديوزد ميتاموجلوبينيميا احيانا بعض الدراجز بتعمل اندكشن لارتفاع نسبه الميتاموجلوبين، دي حاجه مش حلوه برضه، تمام؟ لان زي ما اتفقنا الميتاموجلوبين ما عندوش مقدره ان هو يحمل اكسجين، لان الهيم فيه بيبقى موجود في صوره الايرون، بيبقى فيه صورة الفرق وليس الفرس، فهو طبعا مش هيقدر
يحمل الاكسجين للخلايا، وده طبعا حاجه خطيره، فبيستخدموه في التركيزات الواطيه ان هو يعالج الدراج انديوست ميتاموجلوبينيميا، تمام، لان وجدوا ان هو بيأكسلريت الانزيماتيك ريدكشن، تمام، اكسلريت الانزيماتيك ريدكشن للميتاموجلوبين ويحوله تاني الى الهيموجلوبين، على العكس لو كان في حاله الهاي كونسنتريشن. تمام، تالت استخدام ليه، وده اعتقد ان زي ما قلت لكم في المايكرو اكيد شفتوه، ان هو بيستخدم كويك انتيسيبتيك بروبرتيز، تمام، ليه ويك انتيسيبتيك بروبرتيز، تمام، عشان كده ليه طبعا بيستخدموه في المايكروبيولوجي ستيننج، تمام، استخدموه في الستيننج بتاعه البكتيريا، وجدوا برضو ان هو مفيد في حالات الالتهاب المثانه والالتهاب مجرى البول في حالات السيستايتس واليوريسترايتس، لان وجدوا زي ما قلنا ليه بكتيريو ستاتيك افكت. طبعا الليمت بتاعته بيقول لك من 98 ل 103. البرنسبل بتاعت الاساسيه زي ما قلت لكم في الاول خالص، ان انا عندي البودره بتاعت الميسيلين بلو بتبقى اصلا لونها زرقاء، فما بعمل سوليوشن منها بيبقى السوليوشن بتاعها لو كلر، واي خل يعني عندك في دماغك ان اي حاجه عاده بيبقى لونها ليها لون بتدي لون واضح كده زاهي، لما ممكن اقيسها على جهاز اليو في، تمام، بتبقى عاده يعني ميزه ان انا اقيسها كالوريمتري، تمام، وليس في اليو في رينج، يعني ما يجيش واحد عايز اقول ايه، يعني ما يجيش واحد يبقى عنده سوليوشن من حاجه ملونه ويقول انا هقيسها في اليو في رينج، لا ده كده هقيسها كالوريمتري وفي الرينج بتاع الفيزابل لايت اللي هو يعني بعد 400، اللي هو من 400 ل 800، تمام، فهنستغل الميزه ان السيلين بلو ده ليه كلر ازرق، ولما اعمله سوليوشن زي ما انتم شفتوا بيبقى لونه ازرق، فانا هقيسه على جهاز اللي فيه فيزابل، تمام، بس في الرينج بتاع الفي ولا الفيزابل؟ لا طبعا في الرينج بتاع الفيزابل لان ليه لون، تمام، فهيبقى عاده في رينج بعد ال 400، يعني تحديدا غالبا بيبقى من 400 ل 800، وفعلا هو بيتقاس هنا عند 636 نانومتر. ده البرسل. طب البرسل دي جاست ان انا هعمل ستاندرد وتست، هيبقى عندي مثلا العينه بتاعتي اللي انا عايز اتاكد من تركيز الميثيلين بلو فيها، وهعمل برضه قصادها في بطريقه موازيه ليها كميه مساويه ليها من ستاندرد من الميثيلين بلو انا اللي محضره، تمام، فزي ما هنشوف اهو هو بيدوب في السولفنت بتاع اللي هو دايلوتد الكول، تمام، ياخد ايه تحضيره او كميه معينه من الميثيلين بلو زي مثلا 100 مللي جرام، يبدا يخففها لحد ما يوصل لتركيز 2 مايكرو جرام بالملي من الميثيلين بلو على نفس المنوال، يبقى انا عندي ستاندرد بقى، مش العينه من بره جايه لي، لا انا عندي بقى انا اوريدي ستاندرد من الميثيلين بلو، احضر نفس التركيز اللي هو يعني يبقى 2 مايكرو جرام بالملي، وابدا اقيسها على جهاز اليو في فيزابل، تمام، وقارن التست والستاندرد. يطلع مثلا هنفترض ان التست طلع بوينت مثلا 5 4، وطلع الستاندرد بوينت مثلا 5 3، تمام، هقسم زي ما اتفقنا قبل كده في الترم الاول، هقسم التست على الستاندرد في 100، هيديك الريكفري بيرسنت، اضرب الريكفري دي في الاماونت او الليبلد اماونت، هيديني الكميه الحقيقيه للميثيلين بلو. شكرا جزيلا، كده الحمد لله خلصنا الجزء بتاع العمل بتاع النهارده، بس اعتقد ممكن كمان في سيكشن، تمام، خلصنا العمل كله. اتمنى الناس تذاكر اول باول زي ما قلت لكم. عايز اقول لكم ايه، حاولوا تذاكروا على اول باول، يعني ما تندمجوش زي ما قلت لكم مع الاحداث. انا مش زعلان من حد منكم خالص، تمام، بالعكس انا مقدر الشد العصبي والتنشن اللي الناس فيها، عشان بعض الناس برضه قالت لي يا دكتور ما تزعلش، لا انا مش زعلان مش من حد خالص، مفيش اي حاجه الحمد لله. بس نصيحتي ليكم برضه تاني وتالت ورابع، ذاكروا اول باول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا هو في اهوال يا جماعه اشد من اهوال يوم القيامه؟ مفيش، صح؟ يعني اعتقد احنا اللي احنا فيه دوت ما يجيش حاجه جنب اهوال يوم القيامه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في يوم القيامه لو في حد لقى فسيله او شجره وقدر يزرعها يزرعها. فالحياه ما بتوقفش، حياتنا كلنا هتقابل وبنقابل مشاكل، ما ينفعش ان احنا قابلنا مشكله خلاص بقى ما نذاكرش ونفضل بقى الاحداث تجيبنا يمين وتجيبنا شمال زي ما هم ايه زي ما الاحداث عايزه، لا، تمام، فناخد الاسباب
ونعمل اللي علينا ونتوكل على ربنا. في مقولة حلوة قوي لدكتور محمد النابلسي يقول لك ايه: خذ بالاسباب وكانها كل شيء، وتوكل على رب الاسباب وكانها ليست بشيء. يعني خد بالاسباب خالص وكانها هي اللي هتنقذك، بس قلبك لا، ربنا هو اللي ينقذني بالاسباب دي ولا حاجه، بس انا باخد بالاسباب. فخدوا بالاسباب، اشتغلوا وذاكروا اول باول. والله جه الامتحانات في الميعاد اللي قايلين عليها بتاع 30/5، خلاص امتحانات اتاجلت، انا مذاكر ومأمن نفسي. بس ربنا معاكم ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم قريبا ان شاء الله في الكليه على خير. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.